صارحتكم وصارحت نفسي أكثر من مرة، أشعر حقيقة وهذه ليست مسألة شعور فقط بل وتحليل وتفكير أيضا، أشعر أننا نعاني ضحالة حقيقية في فهم ديننا وفي خبرته وفي العيش به، ضحالة حقيقية أشعرها في العلماء قبل العامة حين أستمع إليهم أيها الإخوة، أحياء أيها الإخوة أو أحياء حتى في الفضائيات حين نقرأ لهم، ضحالة، هناك ضحالة أيها الإخوة. ويحتار المرء في البداية، ما سر هذه الضحالة؟ ما سر هذا الموقف أيها الإخوة من الحياة والأحياء والناس وضعف الإنسان؟ ما السر؟ وأستطيع أيها الإخوة أن أعزوه إلى جملة أسباب مثلكم جميعا، جملة أسباب، ولكن في رأس وفي مقدم هذه الأسباب ضحالة التجربة الإيمانية الذاتية، أنت تعيش ما تفقه وما تفهم، الكيفية التي تفقه بها إيمانك إن عشتها ستعيش وفقها. إذا كانت هذه الكيفية مسطحة وبسيطة أيوة وساذجة وأشبه بالطقوسية كالصلاة بالذات، معيار هذه السذاجة وتسطيح صلاتنا صلاة الطقوس، الصلاة الثقيلة على أفئدتنا وعلى أرواحنا التي نشعر أيها الإخوة أننا بعدها تماماً كما كنا قبلها وأحياناً أسوأ، لا نشعر بترقي الروح حقيقي، لا نشعر. 30 سنة نصلي أيها الإخوة، 30 سنة نصلي لا نشعر، لا نشعر، بالعكس بعض الناس يقول أنا قبل 30 سنة كنت خيراً بمراحل مني الآن. إذا ماذا علمتك الصلاة؟ ماذا علمك الدين؟ علمك أن تدجل باسم الدين، علمك قسوة القلب وجمود العين، علمك العجب والغرور بهذا الإنجاز الطقوسي التافه جدا، هذا يستوي فيه الجميع أيها الإخوة إلا من رحم الله وقليل ما هم، جعلنا الله وإياكم من ذلكم القليل. بالكيفية التي نفقه بها ديننا نستطيع أن نعيش حين نعيش، فإذا كانت الكيفية بسيطة ومسطحة هنا أيها الإخوة لا عزاء، هنا لا عزاء، هنا لا عزاء. لذلك علينا أن نكون جادين في إعادة طرح سؤال فهم الدين، كيف نفهم الدين أيها الإخوة، كيف نمارسه وفق هذا الفهم الجديد. أعتقد أنني عقدت خطبتين قبل ربما نصف سنة عن أنسنة فهمنا للدين، هذه الخطبة ستكون تواصلا من جوانب أخرى أيضا مع تينك الخطبتين، تواصلا بوجه واضح جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونعود إذ زاوية النظر أيها الإخوة يحددها السياق، السياق الفردي والسياق الثقافي المجتمعي، هذا هو. لذلك علينا ألا نكون ضحايا لهذا السياق، وأن نحاول أحيانا وهي محاولة صعبة جدا أن نتعالى عليه، أن نكسره.